الناس الذين يستدعون في المنابر السياسية في تونس نفسهم ممن كان يصفق ويلعق الحذاء البوليسي لابن علي، هو اليوم ما زال يعمل. التجمع يعود عن طريق ما يسمى بنداء اللصوص في تونس، يعود التجمعيون قالوا يمكن لنا أن نعود بواسطة الإعلام. رأس حربة الثورة المضادة في تونس هو الإعلام، اليوم يعارضون يعتصمون. طيب ما الذي يمنع الحكومة من تفعيل المرسومين؟ يمكن للحكومة تفعيل المرسومين، لكن من وضع المرسومين؟ في أي عهدة وضعت؟ في عهدة الباجي قيس سبسي. نعم الباجي قيس سبسي الذي أخفى ملفات فساد ضخمة بأمر من بن علي، الباجي قايد سبسي الذي تورط في ذبح وتقتيل يسريين، الباجي قايد سبسي الذي مرر أجندة بن علي، الباجي قايد سبسي الذي يريد العودة وهو في 95 على ما أعتقد على أبواب شيخوخته وقد اشتعل رأسه شيبا ومكائد سياسية، يريد أن يختطف ثورة شباب الشعب التونسي، أن يختطف هذه الثورة لمصالح فئات خاصة، ونعرف من يحرك الجميع من الخارج.